علي الى حجازي. تاثير حجازي على الاتحاد وغيابه فنيا اكيد راح يكون تاثير جدا كبير. المستوى اللي قدمه حجازي خلال الموسم والموسم الماضي الكل يعني واضح له، قيادته للفريق يعني في الجانب الدفاعي، المهارة اللي يمتلكها حجازي حتى في الجانب التهديفي، فكل هذه الأشياء راح أعتقد أنها راح تكون يعني ضربة قوية للاتحاد في الفترة القادمة. أنا أعتقد حجازي يعني حيبان تأثيره بشكل كبير للفترة القادمة، معترك الدوري ومعترك المباراة المهمة. أخطر مرحلة مقعد فبراير هذه. هذه وأنا أقول لك الاتحاد فاز بدون حجازي في أعتقد في مبارتين، لكن بان في عنده مشاكل كثيره في المناطق الخلفيه، وكلنا نتفق ان حجازي هو الرقم الصعب في تنظيم الدفاع. شوف المباريات اللي ممكن يغيب عنها حجازي في شهر فبراير، قالوا غيابه لمده شهر، سافر من الكاميرون الى المانيا لعلاج العضله الضامه، والحديث عن فتره الغياب الشهر. المباريات اللي يغيبها نصر، ابها، كاس ملك، اعتقد تفضل عن مباريات محسن ومباريات مفصليه للاتحاد. والله حجازي لاعب كبير، فانا يعني لاعب عربي كبير مش لاعب في الدوري السعودي، لاعب مهم، لاعب منظم، لاعب قائد، عطى شكل وتنظيم كبير لدفاع الاتحاد. شوف البدلاء الموجودين لحجازي، ممكن يعوض عمر أوساوي حجازي؟ عمر لاعب يعني خبره ولاعب قديم، لكن حجازي قاعد عندهم ثقه فيه اكثر. الجمهور، الاداره، اللاعبين، المدرب عندهم ثقه بحجازي اكثر، وحجازي قاعد يأدي. لا اخوي محسن، مش مساله ثقه، امكانيات كبيره، مش مساله ثقه الاداره. اليوم حجازي غيابه حيأثر بشكل كبير سواء اللاعب المحلي أدى ولا طيب ما. بعطيكم ارقام صادمه، فريق الاعداد جمع ارقام صادمه. حجازي من قدوم الاتحاد غاب خمس مباريات، خمسه صح؟ خمس مباريات. شاهد نتائج المباريات اللي غاب فيها الاتحاد وكم استقبل الاتحاد من هدف. علي لك التعليق، هل هي منظومة أم لاعب؟ مباراة أمام فرق كبيرة، تفضل. المباراة أمامك، إحداهم الهلال، فاز في الخمسة؟ فاز في الخمسة ولم يقبل إلا هدف واحد، هدفين عفوا. الاتحاد اوكي، ما هي ما تمشي على النتائج كثر انك ما دور حجازي القيادي. يعني شوف الجانب الفني نحن راح نتكلم فيه امكانيات جدا كبيره، ولكن كابتن انت تكلمت من اهم شهر في تحديد يعني هويتك كبطل. انت دائما هذه المرحله تريد تكون جاهزيه اللاعبين كلها موجوده، صحيح، والقياده اللي يمتلكها احمد حجازي، خصوصا انت الفريق بعض الاحيان الفرق الثانيه تتقدم عليك، ولكن هدوء احمد حجازي، قيادته للمجموعه لها دور كبير في النتائج اللي ظهر فيها الاتحاد. مستحيل يعوض؟ لا ما اقول مستحيل، الموجودين الشباب موجودين، ولكن اهميه حجازي ولكن الاتحاد اكيد عنده قدرات لاعبين انه ممكن، واثبت هذا الشيء، انه عنده لاعبين. انا اشوف ان الشغل قبل كاس العالم رايك ومتظاهره مهمه، لازم انت خلاص شاركت مره مرتين، متعودين الهلال. طيب متعودين كيف؟ انا قبل ما انا لعبت قبل 20 سنه متعودين الهلال، انا لعبت كاس العالم قبل 20 سنه شيبت متعودين. طيب انا لعبت قبل 20 سنه عام 2000 يا خالد، مو موضوع مشاركه، موضوع متعودين. انا شاركت ويمكن في بعضهم كانوا في الفسحه. لا خلينا نكون يعني في الطرح يكون افضل. لا ما في شيء، هو راي فني، وراي فني محسن، ما تكلم راي المفروض يقول التعاقدات تتم بوقت مبكر، وراي فني يحترم. أنا راي فني يا جماعه، انا اتكلم هلال، يعني انا ما اتكلم على كشغل الاداره، انا اتكلم في موضوع بس الفتره هذه، الاسبوع قبل كاس العالم. نصف الموضوع تشكيله الهلال العالي، وامامك تشكيله الهلال المتوقعه. سلمان الفرج يقال انه له لن يلعب المباراه الاولى، وممكن ان لا يلعب المباراه الثانيه امام تشيلسي اذا تاهل الهلال بحول الله. هذه التشكيله اللي امامك، القرار بين ماريجا او كاريو، ميشيل سيشارك ام لا بسبب انقطاعه. هذه التشكيله اللي امامك يا علي، هل هي التشكيله المثاليه اللي ممكن يشارك فيها الهلال في كاس العالم للانديه؟ والله انا بدايه مع العويس، انا اتوقع عبد الله راح يكون الاساس عبد الله الفتره القادمه. ما اعتقد ان اتوقع عبد الله راح يكون الاساس، ما اعتقد انه راح يعني ضم العويس بهذه السرعه، خصوصا الحين جاي من كاس تصفيات كاس العالم. عبد الله مع الفريق بشكل اطول،
الجانب الثاني اللي تكلمت فيه ما بين ماريجا وكاريلو، اعتقد ماريجا هو الخيار الاول للجارديان بيكون. قالوا اعتقد انه من مواصفات المهاجم اللي كان محتاجها في الهلال وجلبت، فاعتقد ان هذا التشكيل الوحيد اللي راح اتكلم فيه انا عبد الله المعيوف اللي اتوقع اللي هو راح يبدا البطوله الاستفتاء، لان الاستفتاء بين مشاركه فقط الجمهور راح 45%، المستوى ما يطمن 24%، راح يوصل بعيد 31%، راح يوصل بعيد يعني النهائي، هذول مأملين يوصل النهائي عالي. لا الواقع يقول أن يوصل الدور الأربعة، مباراة تشيلسي راح تكون جدا صعبة، يعني هذا الواقع اللي لازم تتكلم فيه، تقابل تشيلسي فريق يعني متمكن جدا جدا. ما في أمل؟ صعبة أمام تشيلسي، صعبة مشكلة لوكاكو تخل والمشكلة اللي بينهم نستغلها واللعب لا أتكلم واقع كابتن، لا أتكلم الواقع احنا عارفين الواقع لذلك الهلال اللي عمل أمام الفلامينغو في البطولة 2019 في كأس العالم للأندية مستوى مثالي، الكل إلى الآن يتكلم على هلال اللي كان أمام الفلامينغو، مباراة كانت من أفضل مباريات الهلال. إن شاء الله يعيدنا الشيء من الهلال في هذه المباراة. موعد مباريات الهلال بحول الله في كأس العالم للأندية، نشاهد موعد من المباريات بين الجزيرة وفريق أعتقد من أوكلاند الأسترالي، غيروه موش أوكلاند، غيره فريق ثاني تاهيتي، أوكلاند سيتي تاهيتي، فريق تاهيتي بيلعب مع الفائز منهم وبعدين اللي يفوز هذه المباريات. الجزيرة الإماراتي مع براي التاهيتي يوم 3 أعتقد بعد بكرة 3/2/22، الهلال مع الفائز من أمام الجزيرة وبعدين مع تشيلسي بالتوفيق للهلال، يقول يا رب نشاهدهم دور الأربعة وأمنيتنا يحقق البطولة. هل الهلال قادر أن يصل لدور الأربعة؟ قادر نعم، الأهم بالنسبة لنا الظهور بمستوى مشرف. وجهة نظري فنية موضوع أخوي محسن، اليوم الإدارة لما تكون موجودة إدارة الهلال ما قاعدة تشتغل على بطولة معينة، هم عارفة أن الهلال عنده مع حسن ميشيل كل سنة فريق، خلنا نكمل فكرة ميشيل كل سنة فريق حسن عشان بقفل لك الموضوع. شوف يا محسن، الإدارة الهلالية يضرب فيها المثل في كل شيء مع احترامي الكامل لمعظم الإدارات، هذا وجهة نظر أنا وكل واحد له وجهة نظر تحترم، في التعاقدات في الإنجازات خاصة الإدارة هذه، ها 2 كأس آسيا، 3 دوري، 1 سوبر، 1 كأس ملك. شوف يا حبيبي اللي قاعد تعمل الإدارة الهلالية هذه في أخطاء حدثت لها جالسة تصححها من خلال التعاقدات، ولا تعمل التعاقدات لكأس العالم، هذا ردي لك محسن. طيب جالس تعمل مش لكأس العالم، تعمل لسنوات الهلال. ما يخالف يا حبيبي، أنا أتكلم أنا مشيل، أنا عارف موضوعنا مش موضوع مشيل أصلاً كل سنة فريق. لا يا محسن حبيبي إحنا ما بس حبيبي محسن إحنا ما نتكلم عن اللاعب اليوم، اللاعب نجاحه من عدم نجاحه هذا موضوع ثاني. لا أنا أتكلم وقالوا 6 شهور. إحنا نتكلم على موضوع اليوم الإدارة الهلال كيف قاعدة تفكر. لا محسن تفضل يا محسن. علي لا انا ما مع كابتن محسن ان ادارة الهلال يعني هذه التعاقدات لبطولة واحدة، لا قالوا 6 شهور يا جماعة، يعني سنة ونص عار، سنة ونص ما في عار. طيب. انتقال، انت شكلك انتقال. شكلك انت ضيحت البيت وما تدري ايش صار. بقولك شيء، سنة ونص انتقال. ميشيل كل سنة فريق يلعب. مين ميشيل؟ احد المواهب البرازيلية. انا عارف انه يلعب لاعب وعارف التاريخ وعارف انه لاعب كل سنة فريق، والفريق الوحيد اللي استمر مع الفلامينغو. لا 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 عمي، احد المواهب في اداره الكره، احد المواهب يا جماعه. لا انا جاهز. تكلمت البارح ان سلمان الفرج، كابتن كابتن